واليوم للأسف يقولون فلان الداعية عنده أخلاق كل الناس يحبونه. إذا رأيت الإنسان كل الناس تحبه فاعلم أنه مداهن. الأنبياء ما حبهم جميع الناس، الله جعل لهم أعداء. معنى هذا إيش؟ معناه بطريقة أخرى، ما يأمر بالمعروف عن المنكر، كل الناس سالمين منه، كل الناس سالمين منه أحبابه، هذا معناه مداهن. وإلا الأنبياء جعل الله سبحانه وتعالى لهم عدوا من الإنس ومن الجن. فإذا رأيت الناس يقولون عن الواحد ما شاء الله، هذا ما في ولا أحد يبغضه، كل الناس تحبه، اعرف أنه مداهن، لأنه لا يقوم لله بأمر. لو قام لله بأمر لوجدت أهل الباطل يبغضونه، أهل الشرك يبغضونه، أهل البدعة يبغضونه، ما يحبه إلا أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الصلاح. أما كل الناس يحبونه ما في أحد يبغضه، هذا يدل على أنه مداهن. نعم.